السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى شيء في تحية الإسلام هو تحية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل الأديان طبعا هي كلها كويسة، كلها ما في شيء، ما في دين مش كويس، بس كل دين لحسب زمانه. يعني زي ما قلنا البشرية بتمر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشيخوخة البشرية، فكل رسول بيجي على حسب المرحلة وعلى حسب فهم الناس. فواحد ما فيه مثلا، ما في محمد صلى الله عليه وسلم يجيب لهم لقوم لوط أو لقوم نوح بكتاب الإسلام هذا اللي موجود القرآن، كتاب القرآن. طبعا الإسلام كل الرسل أنبياء، كل الرسل أنبياء، بس مش كل الأنبياء رسل. الرسل يكون حامل رسالة، تقريبا فيهم 9 أو 10 بالعالم، أما الأنبياء في 126,000 نبي. فالرسول مقامه أعظم من مقام النبي لأنه حامل رسالة. فكل الرسل وكل الأنبياء بينادوا بالأخلاق، وكلهم بيتفضلوا أنه إذا ما في أخلاق ما في فايدة من أي شيء تاني، وكلهم بيعلمونا أنه إحنا نكون كويسين مع الناس. فالفكرة أنه لازم يكون عنا عقل، لازم يكون عنا قلب، عشان احنا نتوازن ونتميز في كل شيء، نضمن الدنيا والآخرة. نتذكر دائما مشروعنا الكبير، ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب الصابرين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المتطهرين. كل واحد يفهمها كيفه، ايش يعني تطهر، ايش يعني تقوى، اكرمكم عند الله اتقاكم، ايش يعني كرم، ايش يعني احسان، ايش يعني. ونتذكر دائما انه في كاميرا في كل مكان. هلا انا عم شوف الكاميرات اللي في الشوارع خايف تصيدني، بس اكيد في كاميرا ربنا، كاميرا ربنا هو عارف بكل شيء، عارف حتى بالنوايا، عارف. اللهم استعان، اللهم استغاث.